انتوا المنتجين والممثلين والمؤلفين والمخرجين والاديتورز والمنتجين. استاذه منى انا بحب حضرتك جدا، انا ما لحقتش اقول لك بالظبط. انا دخلت على والله بحب حضرتك جدا. شكرا. وبجد انا مبسوط جدا ان انا موجود مع حضرتك في البرنامج، يعني كان دايما بالنسبه لي حاجه نفسي اكون قاعد في الكرسي ده من زمان جدا. الكرسي هو اللي في انتظارك، الكرسي هو اللي مستنيك. نجحت؟ صعب صح. هو ايه؟ بص هو كده يعني الواحد بيتصرف يعني، فاهم؟ انا مش فاهم يعني هو بقى صعب اليومين دول، بس حتى لو مش محقق حاجه هتمحور الدنيا ان اي حاجه انت عملتها ده نجاح، فاهم؟ والله ما فاهم يعني تبقى ما عملتش حاجه في حياتك خالص ناجحه، واخد امبارح بوليت استيميشن صدفه اصلا، تقعد بقى تلف في خيوط الدنيا كلها ان كان كل الصوت اللي في حياتك ده كانت اسباب، وكنت بتنام على الرصيف عشان تاخد بوليت الاستيميشن، وتستنى بقى فريق اعداد مدام منى الشاذلي يكلموك. ولو ما كلموكش مين دول؟ اعداد منى الشاذلي هيكلموك طبعا. احكيلك قالوا لي ايه لما كنا بنتكلم عشان مين؟ احنا عندنا برنامج بتاع منى الشاذلي هو بحبها. هو اختصارا يعني هما بيمثلوا، بس هما بيتفقوا هما بيمثلوا معاك كمشاهد ان انت عارف ان هما بيألفوا وبيخرجوا على الهوا يعني بيظبطوا السكريبت، يدخل عليهم حد يقول لك معلش احنا هنعيد من الاول. انتوا لعبتوا كده تركية مع الجمهور. هو والله يرجع برضو الفضل لسيف بصراحة، سيف اللي مألف كل حاجة، وسيف كان فكرته من الاول هو اللي كان عايز يعمل المسلسل ده لسبب ما. هنحكي. اوعى تقول لي ان انت كنت بتحب واحده اسمها ايه. لا خالص، بحب واحده اسمها ندى بصراحه. لا بهزر. لا ما كملوش علاقه بيها. يعني مش لا مش قصه حقيقيه. المسلسل ما ينفعش يتقال عنه ماخوذ عن قصه حقيقيه، يعني الكلمه دي تقيله قوي. بس عادي يطلع منهم يعني. فعلا؟ طب هما شخصيتهم اي حاجه عادي يعني. وحياه ربنا انا ساعات ببقى غيرانه كمان من الباشن بتاعهم، فقلت طب خلاص يلا انا معاهم بقى. ازاي اقنعوكي واقنعوا هشام ماجد واقنعوا كريم فهمي اقنعوا ناس كتير؟ انا عارفه ازاي دي الناس كلها اقتنعت مسلسل يا جماعه، وتترات واغاني يعني تحس ان في مجهود. اغنيه حلوه قوي اغنيه. ايوه اقنع بقولكوا الفكره ازاي. والله انا ما لحقتش، قالوا لي ما عايزيني، قلت لهم طيب مش فاهمه. أيوة. احنا مش عارفين، وفعلا كل الناس كده يعني احنا مش عارفين هم وافقوا ليه لحد دلوقتي. والله ما نعرف مبدئيا، بس انا برضو ما لحقتش اقول لحضرتك انا بحب جدا، والاستوديو حلو قوي يعني. انا اشكرك يا سيدي. فالقعده شرف. وبعدين قبل ما اجي لحضرتك فتحت وقعدت اشوف الكنبه عامله ازاي عشان اشوف قعدتي، بعدين لقيت كرسي فالقعده مش عارف. ده يجيب لك الكنبه. لا تمام والله يعني بحاول. درست القعده غلط. احنا عندنا بدل الكنبه اتنين يا فندم. ده في القعده مع حضرتك والله. عارف الانتاج بقى. انتاج سخي. انا بدايه اجيب كنب. تمام. كل حاجه اتنين. الحقيقه ان احنا من زمان انا وشاري نفسنا نمثل، وخدنا ستابس. هو طبعا ما شاء الله شاري سبق دلوقتي لسه زي ما حضرتك بتقولي، عمل مسلسلات زي بين السطور والسفاح وحاجات كتير ليتلي يعني. فاحنا يعني القصه عشان اختصرها لحضرتك، ليه المسلسل ده اتعمل؟ انا في فتره في حياتي انا اتجهت للكتابه بشغلي، وكتبت في ضمن فريق الكتابه بتاع برنامج ابله فايته اخر سيزون. ايوه. وبقى موضوع الكتابه ده حاجه زي سايد جوب جنب الحلم بتاعي اللي هو التمثيل، فبقت ايدي ماشيه في موضوع الكتابه. بعدين حصلت لي فتره وحشه في حياتي، فكنت عايز اشغل نفسي في حاجه. فالحقيقه برضو في ناس كتير جدا عايز اشكرها يعني وقفت معانا من الاول، يعني منهم احمد حاتم هو صديقي واخويا. فبعد الفتره الوحشه دي هو ما كانش عايز يسيبني فيها، فشجعني ان انا اكتب. وانا كان في فكره فيلم بتاع صديق ليا اسمه طارق شعبان، من سمعت عنها بقالي كتير قوي وعايز اعملها. فحاتم عشان يساعدني راح قال لي اكتب الفيلم. قلت له بس يا حاتم الفيلم ده فيه ثلاث شباب ابطال، وانا بصراحه عايز اعمله يعني عايز امثل فيه، وعايز شرقي يمثل فيه، فاحنا عايزين حد ثالث. فحاتم عشان يوقف معايا قال لي انا همثل الفيلم ده معاك. ايه اللطافه دي؟ قلت له دي بصراحه لازم. وهو بجد انسان سبورتيف جدا، واقف جنبي في كل حاجه يعني. فقال لي قلت له يا حاتم انت يعني ما شاء الله انت نجم يعني، ايه اللي هيخليك تعمل كده؟ هو ما قالهاليش صراحه، بس كانت باينه عليه ان هو عايز يساعدني فيه. شلقاني
اخر واحد اتوقع منه الحركات دي هو انت يا شلقاني. بيجري كده وبيتنطط بيعمل حاجات غريبه. انت عايز مني ايه يا انت اللي عايز مني ايه؟ اعتذرت لك بدل المره 100 وقلت لك ما كنتش اعرف انك بتظبط هند. ونانسي اعتذرت. ريم اعتذرت. ساره طارة يارا سميحه. سميحه دي اللي لازم تعتذر. ايه الاسم؟ مش ذنبي يا شلقاني ان كل البنات لما بتشوفني بتسيبك وتجيلي. واسعة دي شوية. تبقاش رخم بقى ما هو عدها خلاص. مشينا في ستابس كتير انا وطارق وكتبنا الفيلم وخلصناه. وبعد ما مسكنا السكريبت حاتم خدني ورحنا قعدنا مع بروديوسر وعرضنا عليه الفيلم. منتج. عرضنا عليه الفيلم. فهو سمع الفيلم عجبته القصة وسألني سؤال في الميتنج مهم جدا. قال لي هو انت ليه حاطط نفسك في الفيلم؟ فانا سألت نفسي السؤال انا ليه حاطط نفسي في الفيلم؟ انا الناس عارفة عني زي ما حضرتك بتقولي احنا ناس نعمل كونتنت ومش باين على البلاتفورم بتاعتنا احنا عايزين نعمل ايه قوي. فقلت فعلا هو ليه؟ وبعدين سألني قال لي وليه شريف في الفيلم؟ فقلت برضو ده سؤال فاليد جدا ليه في الفيلم؟ بعد ما نزلت من الميتنج كلمت شريف قلت له شريف احنا حصل كذا 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 وبصراحة هو سأل سؤال فاليد فعلا احنا ليه في الفيلم؟ وجيه سؤال وجيه بالظبط. فتعالى نقول احنا ليه في الفيلم؟ احنا عايزين نعمل مسلسل. فقال لي مسلسل ايه؟ قلت له هقول لك. فعلا قفلت بعديها بقد ايه كلمت. يعني ان انت ما عندكش الإجابة الإنتاجية المقنعة بالنسبة له، إنما أنت مقتنع بفكرة ما وانت عارف انك تقدر تنفذها. وطلع ساعتها مين اللي صاحب قاك؟ وهنا ادم وقطب قرروا انهم يعملوا ازاي. انا معلم على الجمله والله لسه لازم تقرا عامه. طيب كملوا ماشي. شاكك مين خش بقى. طب بذمه اهلك كلمه مين دي فرقت ايه بقى في الدراما؟ وهنا ادم وقطب قرروا انهم يعملوا كل حاجه عشان يعرفوا مين اللي صاحب ايه، مش عشان آدم لسه بيحبها ولا عشان قطب فارق له أنتم صاحبها الجديد، عشان يعرفوا مين اللي صاحب آية ومين المتخلف اللي كتب المسلسل ده.